اهلا بيكم، وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. النهارده فقرات البرنامج متنوعه ويا رب تنال اعجابكم. النهارده عندنا الفقرات الطبيه، ومش واخدين فقره واحده طبيه، لا عندنا فقرتين. معانا النهارده تخصص اطفال ومعانا تخصص اسنان. اي حد عنده اسئله بخصوص التخصصين يبعت لنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك الاعلاميه داليا شريف، ويحط السؤال اللي عايزه في الرسائل وهنطلعها ان شاء الله وهنعرضها على الدكتور. عملنا مسابقة على الصفحة على الفيسبوك برضو بمناسبة عيد الحب، وجالنا مشتركين كتير قوي ومن جميع المحافظات. وطبعا عشان مصداقية البرنامج استضفناهم معانا، واللي فازت بالمركز الأول في مسابقة عيد الحب هي الشيف فاطمة الزهراء، ودي ان شاء الله اللي هنبدأ بيها فقرتنا. الفقرة التانية هتبقى الفقرة الطبية، معانا دكتور وسام زكي اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. والفقرة الطبية التانية هيبقى دكتور سميل فيصل اخصائي الاسنان. اول فقرة هنبدأ بيها دلوقتي فقرة المطبخ علشان بتاخد مننا وقت كبير. معانا الشيف فاطمة الزهراء، اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي، اهلا وسهلا. ومعانا الشيف محمد عبد الوهاب مدير المطبخ، اهلا بيك. اهلا بيكي دكتورة داليا، اهلا بيك. شيف فاطمة، انت فزتي معانا بالجايزة في عيد الحب. طبعا كنت مفروض اللي انت شرفينا الاسبوع اللي فات فعلا، بس علشان من محافظة الوادي الجديد فطبعا المسافة ما قدرتيش تيجي. اهلا. تمام تمام. اول مرة تطلعي؟ فعلا اول مرة اطلع يعني معاكم. طيب قولي لي بقى كده احساسك ايه كده وانت طالعه وانت فايزه، وهتطبقي اللي انت الصوره اللي انت فازت على الساده المشاهدين كلهم. طبعا يعني انا سعيده جدا جدا، بس كنت حابه في الاول اشكر يعني زوجي لان هو واقف معايا دايما، ووالدتي بتدعي لي، والناس بقى اللي هي نجحتني يعني اهلي الوادي الجديد. انا اصلا مش من هناك، انا من قريه الشرفة محافظه الجيزه مركز الصف. بس هم بصراحه يعني حبهم ليا هو اللي نجحني، يعني انا عايزه اشكرهم. اللايكات اللي جات لك كتير. اللايكات هم اللي نجحوني، وانا بشكرهم من خلال البرنامج. طبعا سعيده جدا جدا وبشكركم، وربنا ان شاء الله يسهل واعمل لكم حاجه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. شيف محمد، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه رايك بقى في موضوع المسابقه؟ لا بسم الله ما شاء الله، يعني كويسه. شيف فاطمه متالقه ان متألقة شاء الله جدا في الحلويات، حاجه حلوه جدا ان شاء الله. يعني انا دخلت صفحتها على الفيسبوك، شفت التورت اللي هي بتعملها جميله جدا. لا جدا بسم الله ما شاء الله، يعني تسلم ايديها. وانا فعلا برشحها لاي حد من الوادي الجديد، عشان انت طبعا مقيمه هناك. ربنا يخليك. فعلا، لان انا شفت اسعار، والله يعني انا مش عارفه انت حاطه الاسعار دي ازاي وبتبيعها ازاي. فعلا يعني التورته، بلاقي تورته يا جماعه، تورته تتاكل مش تترمي، ب 60 جنيه. لقيت يعني ايه ده، يعني تورته ب 60 جنيه بالظبط، يعني ما فيش. وفي اقل من كده كمان، يعني شفت في 50 وفي ب 50. فانا يعني فعلا بهني طبعا محافظه الوادي الجديد كلهم بيكي، ويسعدهم يا هنيكم. تعالي بقى اقعدي معانا في القاهره. كتير بيقولوا لي والله، بس عشان شغل جوزي وكده، فانا مقيمه هناك يعني. فطبعا سعيده جدا بكلام حضرتك، ربنا يخليك. ربنا يوفقك. طبعا احنا عاملين الكيكه جاهزه اوريدي، عشان طبعا الوقت المسافه. تمام. وهنزوقها كده معانا ستيب باي ستيب، طبعا هنوري الساده المشاهدين ازاي. تمام. قولي لي بقى تاخد منك وقت قد ايه كده؟ يا ان شاء الله باذن الله حوالي ساعه الا ربع، يعني ان شاء الله اكون خلصتها. نكون مخلصينا بس قبل ما لا لا ان شاء الله باذن الله على طول ان شاء الله الحلقه. ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب انا هسيبكم تشتغلوا، وايه هاخد بقى هبدا الفقرات عندي وارجع لكم تاني. تمام. طيب فاصل بقى ونستضيف اول دكتور معانا، دكتور وسام زكي. ورجعنا من الفاصل، وأول فقرة لينا في الفقرات الطبية هي دكتور وسام زكي أخصائية طب الأطفال وحديث الولادة. أهلا بيكي. أهلا بيكي. دكتور وسام، استضفناكي قبل كده والحلقة ما شاء الله نالت إعجاب ناس كتير قوي، بقول لك مبروك عليها. الله يبارك. يعني كنت متوترة كده بس إيه.
النهارده بقى هنتكلم على موضوع شاغل امهات كتيره جدا، وهي المناعه. المناعه عند الاطفال، كل شويه الام واخده الطفل مودياه لدكتور يديله مضاد حيوي تمام وترجعه تاني، ما بصي 15 يوم 20 يوم ويرجع تاني تمام الطفل. اول حاجه عايزين نعرف ام جديده كده لسه عندها اول بيبي مش عارفه تتعامل معاه، عايزه تعرف الاول خالص ازاي هو عنده نقص في المناعه. تمام. هو هتلاقيه، هي نفسها هتلاقيه بيتعب بسرعه كمجهود، مش قادر يعمل مجهود زي بقيه الاطفال، بيجري ويتنطط وكده يعني. من اقل مجهود بتلاقيه تعب، وممكن يقعد ينام كمان فترات طويله. دي يعني اول حاجه. اول حاجه عشان اعرف ان هتلاقيه بينام فترات طويله ومش عارف يعمل الاكتيفيتيز اللي المفروض الاطفال التانيه بتعملها اللي زيه في السن. بيتعب بسرعه من المجهود كمجهود يعني. الحاجه الثانيه هي بقى نفسها هتلاقيه بيعيا كتير، نزلات برد كل شويه تجيله طول الشتاء. بتقول ما بيبطلش ان هو نزله البرد دي على طول عنده طول الشتاء. بتروح بيه طبعا العياده كتير، الدكتور نفسه اللي لو هي متابعه مع واحد بس هيلاقيه بيجي عنده كتير، فيبقى ده خلاص ده كده اكيد عنده نقص مناعة. بالظبط. ايه بقى الميكروبات اللي بتجيله؟ زي اشهر حاجه التهابات الاذن الوسطى متكرر. ده من سن كام يا دكتور؟ ده من بصي هو بعد الست شهور الاطفال خلاص بتبتدي تعيا، لان خلاص الاجسام المضاده والحاجات الموجوده في اللبن واللي اتنقلت له عن طريق المشيمه. ايوه بالظبط. اول بعد ست شهور الاطفال بتبتدي تعيا، ممكن اول ست شهور ده فعلا الاطفال ما تعياش خالص بالذات لو الام محافظه عليه. بعد الست شهور خلاص بقى ابتدي ان هو ياخد بقى الميكروبات والفيروسات ويتعرض ليها ويخرج بالظبط والخروج ويمشي والمشي بالظبط والحب وبقى ده ده قصه تانية خالص بقى، وعمال يلقط حاجات من على الارض القصه دي. طيب عايزه اعرف برضو اسبابه ايه؟ اسباب عشان الامهات تعرف تتعامل معاه. والله هو اسبابه معظمها حاجات مكتسبه، مش يعني، عشان ده احنا بنتكلم عن الجهاز المناعي الثانوي. نقص في الجهاز المناعي بس الثانوي اللي هو حاجه مكتسبه وحصل له خلل في الجهاز المناعه بسبب ايه بقى؟ دي بقى اللي احنا هنتكلم فيه. اللي هو السكندري، احنا بنقول عليه السكندري. اللي هو مثلا الوجبات السريعه. على طول عايش على الجانك فودز، بياكل دهون كتير، المقليات، النشويات، كل الحاجات دي بتضرب لي جهاز المناعه. بس السكريات الـ 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 الاكل اللي هو الوجبات السريعه بتبقى في سن اعلى يعني مثلا من لا احنا مش بنتكلم بقى عن الست شهور. لا احنا بنتكلم بقى خلاص كبرنا بقى. يعني بقول لك ابتداء من ست شهور بيبتدي نقص المناعه يبتدي يظهر عند الطفل بسبب ادوار البرد المتكرره والنزلات المعويه. الاسهال طبعا، فيروس الروتا ده لو جه الطفل خلاص شكرا يعني. ممكن ده لوحده كده يضرب جهاز المناعه. سؤال على فكره على الصفحه بخصوص فيروس فعلا الروتا، هل فعلا لازم يطعموا منه؟ طبعا ده مهم جدا جدا بالذات في دخله فصل الشتاء ده. بس طبعا هو مشكلته ان هو ليه سن معين لحد مثلا 8 ل 9 شهور، بعد كده ما يعني ما ينفعش ان الاطفال تاخده خلاص. مش هيبقى ليه لازمه. ده بيحميهم من ايه؟ من فيروس الروتا مينلي. فيروس الروتا بس. فيروس الروتا ده ما ينفعش نستهين بيه. ليه؟ لان هو بيدخل الاطفال في اسهال من 15 ل 20 مره. كتير قوي ده في اليوم. ده كده ممكن يجيله جفاف. بالظبط. ما هم العيال بتتصف وفعلا بيسبب نسبه وفيات كتير جدا بسبب الجفاف. يعني حضرتك بتنصحي لازم يطعمه؟ طبعا تطعيم الروتا ده مهم جدا. وهل هو غالي فعلا ولا مش غالي قوي؟ 400 جنيه يعني، في الرينج دوت يعني. ما هو 400 اللي هو انت بتتكلمي مرتين بس، هتحمي هتديه مرتين جرعتين. هو تمام. حضرتك على حاجه برضو يعني 400 جنيه دي لناس معينه. ما هو مش بالسهل طبعا. ناس ثانيه ما انت مش هتحمي طفلك برضو بالساهل يعني. فاهمين يعني؟ ما فيش امل ان هو يدخل من ضمن التطعيمات اللي هي تبع الصحه. اتمنى يعني نناشد. طب احنا بنناشد وزير الصحه يعني تطعيم زي الروتا ثمنه 400 جنيه. الناس طبعا كتير ما يقدروش يدفعوا 400 جنيه علشان يطعموا. فيا ريت بنناشد حضرتك، يا ريت يدخل من ضمن، طالما مهم قوي وضروري كده، يا ريت يدخل من ضمن تطعيمات الصحه. تمام. يا رب. من ضمن برضو الحاجات اللي بتضرب لي جهاز المناعه عند الطفل المضادات الحيويه العمال بقى. على بطال. حته بقى ايه اللي الام برضو دي انا باخدها على الام، اللي هي تاخد الطفل توديه لصيدلي
تقول لها ايه؟ خدي مضاد حيوي. ايوه ما هو عايز يبيع اي حاجه من عنده من عرف. اتفضلي المضاد ده كويس ده هيشتغل. ماشي ما هو هيشتغل، بس هل انت الدور ده فيروسي ولا بكتيري؟ ما يعرفش. يعني المضاد حيوي ده هينفعه فعلا؟ هينفع الطفل ولا هيضره؟ انت وانت بتدي مضادات بياخدوها ايه ككده يعني كنوع من الخبره؟ تجاره. لا تجاره. انا اعرف حد صيدلي برضو بدون ذكر اسماء بيكشف على الاطفال في الصيدليه عنده ويروح مديهم العلاج. يعني اللوم مش على الفكره عليهم، اللوم فعلا على اللي بيسمعوا كلامهم. اللي بيودوا هو يعني الفكره كل واحد يبقى ليه تخصصه. انا بس عايزه افهم الام ان المضاد الحيوي ده هو مش الحل السحري لطفلك خالص. ابنك مثلا عنده دور برد، ده فيروس حضرتك، ملوش علاقه بمضاد حيوي خالص. ليه علاج وليه وقت. بالظبط. بعدين انت المضاد الحيوي انت بتديه، انت مش بتموتي الميكروب بتاعك بس، لا انت بتموتي كمان البكتيريا الحميده او النافعه اللي موجوده في بطن الطفل، حاجه اسمها لاكتوباسيلس. انت بتقتليها، دي اصلا عباره عن مناعه الجهاز الهضمي. انت بتقتليها بالمضاد الحيوي. يعني بيخففوا الطفل من حاجه ويضروه من حاجه ثانيه خالص. بالظبط. فانت عماله تدي مضادات، بضرب الجهاز المناعي، بضرب. طب وبعدين؟ طب يا دكتور عايزين برضو نعرف العلاج ازاي، نرفع جهاز المناعه ازاي. بصي هو يعني حاجات كتير قوي عايزه بس احددهم الاول، اعمل زي ليست ليهم الاول. اول حاجه خالص التغذيه السليمه، ودي هنتكلم عنها. التطعيمات، مش بس يعني الناس الام تكتفي بالتطعيمات بتاعت وزاره الصحه، قلنا لا، التطعيمات الخارجيه على الاقل، المكور الرئوي والروتا، الحاجتين دول مهمين جدا برضو. التاني بكام عشان بس الساده مشاهدي؟ المكور هو غلي لسه من قريب، يعني وصل 350. 350 بس كان ارخص من كده. كتير يعني، كتير على مواطن كتير بسيط، يعني احنا بنتكلم على الفئه المتوسطه كتير. فاحنا بنناشد، وطبعا انت معانا اكيد، بنناشد وزاره الصحه يا ريت التطعيمات دي تدخل من ضمن تطعيمات الصحه. تمام. هتفيد ناس كتيره جدا جدا. أيوة. يعني بالزبط. وبدل ما احنا يعني بندخل في حاجات تانية وبنكلف نفسنا حاجات تانية، فدي اهم، دي بتحمي جهاز المناعه كله عند الطفل، يعني بتبني. تمام. انسان سليم فعلا. ده تمام. يلا ندخل بقى العلاج. نكمل بقى بقيه الليست بعد قلنا التطعيمات. هنقول الرياضه، ان ممارسه الرياضه دي حاجه مهمه جدا، دي فعلا بتحفز الجهاز المناعي بتاع الطفل. وهي تساعده على كده، ممارسه الانشطه، السباحه مثلا حلوه جدا للاطفال، طبعا بنتكلم بقى في الكبار يعني. من سن مثلا 4-5 سنين كده يبتدي سباحه، ده طبعا حاجه مفيده جدا. الرياضه الرياضه بصفه عامه لو هيمشي حتى ساعه. بس في اليوم حاجه برضو يا دكتور، يعني الرياضه وكده في القاهره ماشي، اسكندريه ماشي، تمام، في الكره ما فيهاش الحاجات دي، يبقى نمشي. المشي او كره، يلعبوا كره، يعني دي في اي حته، كل في ده جميل. يعني اي رياضه في الدنيا هيمارسها ويتشجعوا على كده على الاقل مره او مرتين في الاسبوع. جهاز المناعه طبعا جدا. يبقى اول حاجه يا جماعه الرياضه جدا. تمام. الصحه بقى العامه بتاعت الطفل اللي هي طبعا مسؤوله عنها بالنظافه الشخصيه. تعلمه العادات الصحيه السليمه، اللي هو ايه، هيغسل ايده بالميه والصابون لمده 20 ثانيه تحت حنفيه جاريه. طبعا هي نفسها بقى برده نفس الكلام، يعني هو ما يشوفها بتعمل كده هو كمان هيعمل كده، هيقلدها طبعا. غسيل الاسنان، كل حاجته تبقى ليه حاجات خاصه، كوبايته، معلقته، طبقه، كل دي حاجات مهمه دي جدا في البيت، دي عادات صحيه. يعني احنا بنشد دلوقتي الاب والام في الموضوع ده، دي حاجات مهمه جدا. بيتصرفوا كويس في البيت ولادكم هيطلعوا زيكم بالاخر. بالظبط. صح كده فعلا. طب ايه تاني؟ الخضار بقى نفسه اللي هي بتطبخه دوت، لازم تغسله كويس جدا وتفركه تحت ميه جاريه لمده على الاقل 30 ثانيه. موضوع الخضار انا سمعت لازم نحط فيه خل او كده علشان، ما هو ماشي يعني الخل، بس ما تحطيهوش برده فتره طويله. ثواني نقطه كده في الميه، ثواني، لان انت كده ممكن يفقد اصلا المواد الغذائيه المفيده بتاعته لو سبتيه فتره. فطبعا ده مهم جدا ان هي تغسل الخضار ده كويس جدا. الطعام بقى نفسه هي يعني تخليه مطهو جيدا، يعني يبقى استوي كويس. اللحمه مثلا ما تبقاش نيه. المفروم نفس الكلام، الحاجات دي مهمه جدا. طبعا تمنع بقى عنه الحاجات، اللحوم المصنعه دي تماما، اللانشون، السجق، البسطرمه، الحاجات دي مضره جدا. السكريات طبعا نمنعها، ما ناكلش نشويات كتير، ناكل بس بالمعقول. يعني مش هقول ما نمنع النشويات، لا ما ينفعش، لكن ناكلها بس في حدود. تمام. طبعا الدهون بقى والحاجات المشبعه والحاجات دي طبعا نمنعها. المقليات برضو تحاول تقلل منها على قد ما تقدر. بس
بقيت بقى الحاجات بقى اللي انا عايزه اتكلم عليها الغذاء بقى السليم، في عندي عناصر معينه او اطعمه معينه لازم اختارها لطفلي وانا عشان ازود الكفاءه بتاعه الجهاز المناعي بتاعه. زي ايه بقى؟ زي الموز، ده مهم جدا. الخضروات، الموز جميل قوي والمفروض الاطفال بتحبه. بالظبط، يعني الموز ده يعني جامد جدا فعلا. عندك الخضروات الورقيه طبعا اتكلمنا عليها وعلى فوائدها قبل كده. برضو دي مهمه جدا. معرفش بقى الاطفال طبعا مش معظمهم ما بيحبوش الحاجات دي، فاحنا قلنا هنختار الملوخيه منها للاطفال. طبعا السبانخ يعني معرفش، في اطفال كتير مش بتحبذها، بس هي برضو مفيده جدا لان فيها حديد وفيها حاجات مفيده جدا، فيها زنك، فيها كذا عنصر كده مهمين للجهاز المناعي. طيب عايزين نلخص بقى تقويه جهاز المناعه. تمام، اول حاجه قلنا التطعيمات. التطعيمات طبعا الاطفال بقى صغيرين، الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه، الرضاعه الطبيعيه ده لوحده كده مضاد حيوي اصلا للطفل. الرضاعه الطبيعيه. قلنا الرياضه، الغذاء السليم الصحي، وهنحط الحاجات اللي احنا قلناها دي في الاكل بتاعنا. تمام، في لسته ثانيه برضو، ثوم وبصل والبروكلي، بروكلي برضو حلو جدا، البطاطا مفيده جدا، الحبوب زي القمح والشعير والشوفان. عندكم حاجات كتيره، كل الحاجات دي بالظبط تختاروا منها اللي يتناسب مع كل طفل. بالظبط، الزبادي، الزبادي ده مفيد جدا جدا يعني، ده اصلا وبالذات الزبادي انت تعرفيه نوعه كويس منين. اول ما هتفتحيه هتلاقي طبقه ميه على الوش، ده النوع الكويس. ده كده الزبادي، المعلومه دي كويسه جدا. الزبادي كده النوع الكويس، افتح الكفر بتاعته الاقي طبقه ميه على الوش، تعرف ان الزبادي ده مفيد جدا، وده اللي تجيبيه بقى خلاص. هو ده اللي تجيبيه وتاكلي طفلك. بالظبط كده. انا مش عايزه اقول لك يعني الموضوع ده كبير جدا قوي وعايز انا حاولت اختصر على قد ما اقدر فعلا. الوقت الفقره خلص، بشكر حضرتك جدا. كانت معانا دكتور وسام زكي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع دكتور سمير فيصل اخصائي طب الاسنان. رجعنا من الفاصل ومعانا الفقره الطبيه الثانيه، معانا دكتور سمير فيصل اخصائي طب الاسنان. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا النهارده. ميرسي جدا بحضرتك بوجودك يا فندم. دكتور، في اسئله كثيره قوي جت بخصوص الليزر. الليزر ده عباره عن طفره جديده في طب الاسنان، كان المفروض بيستخدم فقط في التجميل او في عمليات الليزك. لا، دلوقتي موجود في طب الاسنان، انتشر في طب الاسنان. وكمان الشائع بتاعه كان بيستخدم في قصه تبييض بس. لا، حاليا بيستخدم في عده مجالات في الاسنان. منها عامه جراحات الاسنان بقت في تطور جدا بالنسبه لاستخدامات الليزر في طب الاسنان. انتشر دلوقتي، هو بدا حاليا في السنين الاخيره بدا ينتشر. ليه مميزات كتيره. العيان طبعا بيخاف من قصه جراحات البق، طبعا المشاكل اللي بتحصل بعديها، الفترات اللي بيقعدها المريض بيعاني من مشاكل مثلا في التئام. لا، الليزر حل القصص دي كلها. الليزر بيساعد في التئام الجروح واللثه. ده في فتره وجيزه جدا، وقت قليل. هو كمان مفيش العيان طبعا مفيش قصه دم مع استخدام الليزر خالص. الليزر ميزته عن اي اجهزه تانية او عن الحاجات القديمه او الجراحات القديمه ان الليزر بيقطع ويلحم في نفس الوقت. يعني بيقطع مثلا، بتعملي عمليه في اللثه، جراحات جوه البق، بيقطع ويلحم في نفس الوقت. بيقطع ويلحم في نفس الوقت. ده ميزه الليزر بقى عن طبعا مش اي طبعًا. مفيد طبعا، مش اي ضوء في العياده او حد طبعا مفهوم خاطئ عند معظم المرضى.
ان اي ضوء مثلا في العياده ده ليزر، لا الليزر ده ليه خواص لوحديها، في ميديا بتطلعه مش طبعا سيفتي امن جدا طبعا على الاطفال والحوامل، مفيش منه مشاكل طول ما انت واخده الاحتياطات بتاعتك. المريض بيبقى لابس النظارات عشان نظاره، وطبعا الاسيستنت اللي معاكي والدكتور طبعا حفاظا عن مثلا على الرؤيه او البصر او كلام من ده كله، بس غير كده يعني مفيش اي مشاكل بالنسبه للليزر. دلوقتي الليزر عن الجراحه، الليزر طبعا في حالات كتيره طبعا، احنا كان مشكله المريض مثلا في حالات مثلا زي قص اللثة او حالات مثلا تسبغات اللثة دي بيجمنتيشن، ده كل الحاجات دي كنا بنشتغلها بالجراحات، كان بيعاني المريض وطبعا المريض كان بيخاف لانه بيقعد فتره طويله بعد قصه العمليه بيبقى تعبان، مشكله في الاكل. لا دلوقتي حل الليزر، الليزر مثلا بيشيل المشاكل دي كلها، وفي نفس الوقت ما فيش دم، ما فيش العيان بيقدر يمارس حياته طبيعي خالص. طبعا بيحصل التئام على طول من 4 أيام لاسبوع طبعا يعني. طبعا يا فندم كمان التبييض طبعا دي طبعا ده الشائع عند الناس ان هو بيستخدم في التبييض بس لا بيستخدم في مجالات كتير. التبييض مثلا ايه الفرق بينه وبين الطرق التقليديه بتاعت اللي هي الاول الالترا فايولوت او الكيميكال ماتيريالز؟ الفرق انه طبعا ما فيش حساسيه بعد قصه التبييض. الوقت طبعا الوقت من 4 لـ6 دقائق ممكن تخلص العيان، يخلص تبييض ما يقعدش بقى ساعتين ثلاثه، لا بيقعد ساعه فمزاوم، وكمان العيان بقى غير مبقاش مرتاح، غير وقت المريض، غير كمان المشاكل الحساسيه اللي بتحصل نتيجه التعرض للالترا فايولوت او المواد الكيماويه. فدلوقتي الليزر حل القصص دي كلها، المريض بيطلع كمان من ميزه الليزر ان بيشيل حساسيه الاسنان معايا كمان، يعني حساسيه الاسنان بتشال خالص، اللي هي مشاكل الناس كلها طبعا. المريض الاول يجي في مشكله مع الساع وما السخن، بس ما فيش تسوس عنده في الاسنان ولا حاجه. جميل. طبعا دلوقتي بنستخدم الليزر، الليزر حل القصه دي، العيان بيطلع من عندك بعد استخدام الليزر خلاص خف خالص، ما فيش مشاكل خالص. طيب طبعا عايزين نتكلم على تصبغات اللثة، بس حضرتك كنت في صور انا عرضها بقى معانا الصور اهي. ايه يا فندم دي دي صوره دي حاله للتبييض يا فندم، عامله تبييض بالليزر. ده طبعا الفرق النتيجه الصوره اللي تحت. طبعا ميزه الليزر بيديكي ثبات اطول من الطرق التقليديه، طبعا فتره الثبات بتبقى اعلى. طبعا العيان طبعا مفيش مشاكل بتحصل له بعد قصه التبييض. الصوره الثانيه دي تسببات دي بقى دي تسببات اللثة حضرتك سأل عليها يا فندم. بالظبط. طبعا توريد اللثة ده الاول كان بيتعمل بالجراحه، بيشال الطبقه اللي بره دي بالطرق التقليديه بالجراحه. طبعا المريض كان بيعاني من مشاكل كتير. دلوقتي حضرتك يا فندم كمان التوريد اللثة دي بيستخدم الليزر، الليزر طبعا في جلسه واحده في وان سيشن بيشيل التسببات دي. 3 أو 4 أيام بترجع اللثة طبيعية كده بالظبط، اللون الوردي بتاعها في خلال يا فندم. يعني دلوقتي اللي يروحوا لدكاترة السنان يبقوا عندهم ثقة اللي هم مش هيتعبوا. لا طبعا مش بالظبط، كمان بيخاف منظر الدم، بيخاف من الجراحة كلام من ده كله. لا العيان بيطلع من عند الدكتور بيمارس حياته الطبيعية، بياكل ويشرب، مفيش أي مشاكل بالنسبة له، مفيش حساسية، مفيش حساسية نتيجة الجراحة، مفيش ألم، كل ده خلاص كده. طبعا الليزر كمان من مميزاته كمان بيسرع عملية التئام الجروح واللثة، هو بيسرع بيعمل اكتيفيشن للخلايا اللي موجودة، الخلايا الموجودة بيعملها اكتيفيشن، بيسرع عملية الهيلينج. لا ده كده حضرتك بتشجع الناس اللي بص حضرتك يعني دكتور السنان عندهم يعني ايه ألم واخدينه في دماغهم كده، لا انا هروح لدكتور اسنان يبقى هتوجع، لا لا خالص، ده من ميزه من مميزات كمان الليزر ده كمان يعني بيستخدمش بيتغير جامد قوي. طبعا طبعا يا فندم ما بنستخدمش في حالات كتير، ما بنستخدمش انستيزيا، ما بنستخدمش بنج. لا احنا كمان بنستخدم في بعض الحالات، ممكن نحط لوكال انستيزيا تخدير موضعي
زي جيل موضعي او تخدير موضعي بس يا فندم. طبعا غير طبعا الناس بتخاف من حقنه البنج مش عارف ايه، بيحل قصص كتيره قوي. كمان قصه الجيوب اللي عندك برضو، الجيوب اللي لسه دي في مشكله طبعا يا فندم. دي جه اسئله كتيره قوي بخصوص الموضوع ده. طيب يا فندم، دي طبعا الجيب ده عباره عن جيب ما بين سنه وسنه او درس ودرس. طبعا ما فيش تسوس، بس في الم عند العيان شديد. طبعا طب العيان بيجي طبعا في الم في المنطقه دي، طب في مشاكل؟ لا ما فيش مشاكل بالنسبه للاسنان. المشكله فين؟ في المشكله في اللثه طبعا. بندخل برضو الليزر، الليزر بيخش يقتل البكتيريا الموجوده دي. والعيان من بعد ما بيطلع من عندك يخف على طول وقت، فاهم ازاي؟ ويرجع يعمل الجيب بقى نفسه. الجيب بقى خلاص كده ولا بيحتاج بقى؟ ما هو الميزه بقى بيعمل ايه بقى؟ ما هو بيموت البكتيريا وفي نفس الوقت بيساعد اللثه ترجع لطبيعتها تاني، لانه زي ما قلت لحضرتك انه من فوائد الليزر كمان انه هو بيساعد في عمليه الهيلينج، عمليه التئام اللثه. لا لا ده يعني جميل فعلا فعلا، يعني حاجه كده. لان احنا عامه ما بنحبش نروح لدكاتره اسنان، مش عايز اقول لحضرتك، بسبب الوجع. وبعد يعني بعد حتى خلع الضرس او اي مشكله في اللثه بنقعد على الاقل يومين ثلاثه تعبانين، ومضادات حيويه بقى قبل الخلع وقصص. يا فندم طبعا قصص طبعاً كبيره في الليزر ده، حل طبعا مشاكل كتير جدا. التعقيم بقى، تعقيم ده ميزه كمان من مميزات الليزر، انه بيعقم مكان العمليه او مكان الجرح، هو بيعقم في نفس الوقت، لان في درجه حراره طالعه مع الليزر بتعقم مكان الجرح، فما بيحصلش انفكشن معاكي في مكان عن العادي. طبعا العادي طبعا وارد طبعا. بالظبط كده يا فندم. تمام. ضرس العقل، ضرس العقل، ضرس العقل فيه مشاكل كتيره طبعا. بالنسبه للزوائد الجلديه اللي بتبقى على ضرس العقل، بنقدر دلوقتي حاليا بنشيلها بالليزر برضو بدون جراحه، بدون دم، ما بيبقاش فيه دم، ما فيش بين، ما فيش الم. بتشال بالليزر. بتبقى طبعا اول ما بشيل العيان بيخف عادي، ما فيش مشاكل خالص. لان المشاكل ان العيان، المشكله اساسا في الاساس ان العيان بيعض على جزء من اللثه اللي هي طالعه فوق ضرس العقل. فاحنا بالليزر بنقدر نشيلها برضو بدون دم، بدون جراحه. بتشال، بتقطع بالليزر، وبيلحم في نفس الوقت. ما فيش دم معاكي في يا جماعه. انتوا تروحوا عند دكتور السنان تقولوا ليزر على طول، وانتوا داخلين كده تقولوا ليزر. الليزر احسن. الليزر، الليزر ده طفره. انت عارفه كمان قصه اللي حضرتك الجيوب دي، الجيوب اللي في مشاكل كتير عند الناس، بيروح يضطر يخلع ضرس عشان عنده جيب، ما عندوش تسوس، ما فيش تسوس في الاسنان، بس في جيب عنده الم شديد، فاهم ازاي؟ فكان بيضطر انه ياخد علاج، يرجع تاني اسبوعين، يرجع تاني. فطبعا يضطر يخلع. في التنظيف برضه بين الجيوب يا دكتور، ده تعقيم، بيموت البكتيريا اللي موجوده. في بكتيريا كتيره موجوده حوالين طبعا نتيجه الاكل اللي هو متراكم ما بين الاسنان. طبعا احنا الفرشه ما بتنظفش الا كام سطح؟ ثلاث اسطح بس، الداخلي والخارجي ومن فوق. في بقى سطحين ما بتنظفهمش اللي هم ما بين الاسنان، ده المفروض المريض بيستخدم خيط الاسنان عشان يحل القصه دي. اللي هو عشان البكتيريا ما تنموش. الموضوع خطير جدا، يعني 70% بيعانوا من الموضوع ده. طبعا يا فندم، موضوع طبعاً. الجيوب. خلاص انتوا تروحوا لدكتور سمير، هو هيعالجكم فعلا. موضوع الجيوب دي بالذات فظيعه فظيعه طبعا. طب حته قص وتجميل بقى، قص وتجميل لسه في حاله برضو موجوده. في صور؟ في صوره عندكم برضو، في صور عندكم. في صوره كنت برضو الحاله كانت عامله تقويم في العياده برضو. بس في مشاكل في اللثه. الصوره يا جماعه فين؟ ايوه بالظبط يا فندم. دي كان مشكله فوق في الحاله. الحاله طبعا عامل تقويم بعد ما خلص التقويم وكده. طبعا في مشكله في اللثه فوق، في زوائد على الاسنان طبعا. القصه دي برضو طبعا الاسنان بيبقى واحد بيقول لك لسه فيها مشاكل، اسنانه كويسه واسنانه حلوه، بس المشكله ان اللثه بتبقى كاسيه على الاسنان. طب الاول كنا بنشيلها بالشال، جراحه برضو كان في مشاكل ودم. والعيان برضو نفس القصه برضو. دلوقتي شالت برضو بنفس الموضوع الحمد لله. يعني بقى في طفره ان احنا بنشيل بنقص وبنلحم في نفس الوقت. ده خلال الصوره دي بعد 4 ايام من قص لسه. فطبعا العيان برضو مرتاح، بيروح بيته، بيعيش حياته عادي، ما فيش اي مشاكل يعني.
مفيش اي مشاكل. لا الموضوع الليزر ده كبير جدا فعلا ومحتاج هو محتاج محتاج كتير. فقرات كتير اللي هو حضرتك اكيد ان شاء الله كده هتشرفنا تاني ان شاء الله نكمل الموضوع ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك جدا. ميرسي جدا. كان معانا دكتور سمير فيصل. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم من الفاصل ودخلنا بقى تاني على فقرة المطبخ. هنشوف بقى الشيف الجميلة فاطمة الزهراء والشيف محمد عملوا ايه. شيف فاطمة ايوه اخبارك ايه؟ احنا عملنا اندمجتي قوي خالص. احنا عملنا التورتة بتاعتنا طبعا غطيتها بالكريمة جميلة وعملت الورد ده من الكريمة برضو حطيت لون جيل. حاولي كده تعمليها كده عشان ما انا لسه ده هيشتغل دلوقتي. ده سياج من الشوكولاتة هنشيله دلوقتي بس انا لسه ما كملتوش. لا هو بس خلاص اهو خلاص شايفين الشكل بقى بتاعه ما شاء الله. طبعا انا لسه ما كملتش الشكل طبعا. ما خدتش منك وقت يعني؟ لا خالص لا خالص يعني ما خدتش وقت. مش مشكلة بحيث هو طبعا لسه الباقي يعني لسه هيكمل. هي دي التورتة يا جماعة اللي فازت معانا في مسابقة عيد الحب. هي ورد احمر بقى كلكم عشان الحب كده يعني مش عارفه ايش معنى الاحمر يعني. ما هو بقى عيد الحب باللون الاحمر. ايه صحيح الموضوع؟ مش عارفه يعني ايه العلاقه؟ اللون الاحمر ده ايه العلاقه؟ اللون الاحمر في ابيض احمر. عملت تورت كتيره قوي حمراء في الفتره دي يعني عندي عملت اشكال كتيره كله بيطلب احمر يعني. بيطلب احمر ابيض عايزين نقول الف الف مبروك للفريق الزمالك الجميل الجميل اللي هو شرفنا 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 يعني. الف مبروك لكل الزملكاويه وهارت لك للاهلي يا جماعه. كمل ولا هنكمل دي وقت بقى قد ايه؟ لا ما فيش يعني بس دقيقتين مجرد ما احس ان هي تشد مش تنشف. لو نشفت هتتكسر معايا. مجرد ما الشوكولاته تشد هروح مركبها كده هنا واحس ان هي عملت كل الورد ده على التورته بعد ما غطيتها. وطبعا عندي هنا جناش برده حطيته على التورته بتاعتي عشان يدي شكل. بقى كده باختصار احنا جبنا كيكه عايزين نقول طريقه الكيكه الاسفنجيه. طريقه الكيكه الاسفنجيه بطريقه سهله جدا من غير فصل بقى بياض ولا صفار ولا الكلام ده كله. القلب ده هم معايا 8 مقادير. ربع كيلو دقيق بيكون فاخر مش الزبونش الجاهز خالص. دقيق يعني انا بستخدم انواع تكون فاخره للحلويات. تمام. كيس بيكنج باودر برده ومعلقه نشا كبيره و200 جرام سكر بودره. تمام. بننخل المواد الجافه دي مع بعض وبنضيف عليها 5 بيضات بدرجه حراره المطبخ وبنضيف عليها معلقه فانيليا سايله ويفضل السايله احسن من السايبه لان بتديها ريحه حلوه السايله. السايله وبتديها طعم حلو جدا. تمام. ونص مج ميه متلجه جدا ولازم يكون ميه متلجه جدا عشان بنحط معلقه محسن كيك جيل. احنا كده قلنا 8 مقادير. الميه المتلجه هنا دورها ايه؟ ان ضرب المحسن كتير بيخلي الكيكه تشد. الميه المتلجه بتمنع الكلام ده. وبنضرب الكلام ده لو مضرب يدوي ربع ساعه لو عجان 10 دقائق. لو عجان زي دي لو عجان زي ده 10 دقائق. عايز اقول لكم العجانه دي احنا ايه الحمد لله. يلا الحمد لله. بس فبعد كده بنكون مولعين فرننا على درجه حراره 180 على الشبكه اللي في النص وبنبطن الصينيه بورق زبده ويفضل ورق زبده. هي مش هتلزق لو حطينا سمن او زبده. تمام. بس ورق الزبده بيساعد على ارتفاع الحراره يعني بيوصل الحراره فبيظبط الكيك اكتر لان الاسبونش الكيك بيكون ليه يعني نخلي بالنا شويه منه عن الكيك العادي. تمام. بس بكل سهوله يعني الكيك. نفتح عليها بعد نص ساعه ونختبرها في خله من النص. لو الخله نضيفه يبقى تمام كده زي الفل. خلاص زي اي كيكه زي اي كيكه. شيف محمد عندك طريقه ثانيه للكيك الاسفنج؟ لا هي نفس الطريقه بالظبط. احسن بس بالظبط. بس في ناس بتعملها اللي هو بتعمل المواد السائله لوحدها او بتضرب الزبده لوحدها. في طريقه بتضرب الزبده لوحدها ما لحد ما تبقى عامله زي القوام الكريمي كده بالظبط. بعد كده بتضيف بقى باقي المواد السائله زي البيض والزبده او الزيت والسكر والكلام ده مع الخفق. وبعد كده بتنزل بقى المواد اللي هي الجافه زي الدقيق ومحسن الكيك والبيكنج باودر.
شيف فاطمه قولي لي بنسبه كام بقى الكيكه دي عشان انا هروح البيت دلوقتي هجربها. لا بنسبه 100% ناس كتيره جربتها معايا على الصفحه. طريقه سهله وسهله جدا. لا بس اهم حاجه المحاسن. عشان اطلع كيكه زي كده احطها في صينيه قد ايه؟ مقاس 25. مقاس 25 في بقى دي عامله ثلاث طبقات، في المقاس ال 22 بتعمل خمس طبقات اسمها حله سبونش بيكون خاصه للكيك السبونش. تمام. الورد بقى، الورد بقى يعني. الورد بقى انا معايا، انا ممكن اعمل لكم ورده ولا مفيش؟ ورده. ماشي نعمل ورده. هو كريمه، هو كريمه وليه فورمه خاصه، تيب خاص، هو اسمه تيب خاص بالحلويات. اهو انا كنت بعمل دلوقتي التيب ده، بس همسحه كده عشان كريمه عاديه. كريمه عاديه جدا وبحط لها لون جيلي غذائي. بيتباع في محلات مستلزمات الحلويات. وده اسمه مسمار الورده، مسمار بنعمل الورد. عليه كده بمسك التيب، هو ناحيه ضيقه وناحيه واسعه، الضيقه بتبقى لفوق وبعمل كده اهو كده. تمام. بس وبشيلها بالمقص بمنتهى السهوله كده واحطها بقى مطرح ما انا عايزه. شفتوا سهله ازاي؟ لا سهله بجد يعني، سهله جدا. كنت بشوفها بفتكر ان هي صعبه جدا. لا. لان في طرط بيكون عجينه سكر، وناس كتيره جدا مش بتفضل عجينه السكر. ما بحبهاش. ناس كتيره جدا على فكره مش بتحب عجينه السكر خالص فعلا يعني، ما بتاكلش. لكن الكريمه والالوان الجيلي كمان مش بتغير طعمها، يعني لو لون بودره ممكن يغير. لكن لون الجيلي مش بيغير طعم الكريمه خالص ولا بتحس باي حاجه. هو عجينه السكر تحسي كده ايه في الاطفال مثلا بيحبوا الاشكال، بس انا لما اجي باكلها بحس ان انا باكل سكر. وبتضطري بقى تشيلي العجينه من على التورته كلها، يعني بتضيعها شكل ملهاش لازمه. لا حلو. فانا عموما شغلي كله بتاع ربنا ده جميل يا جماعه. بس طبعا انا يعني بنعملها دي ملهاش، هي لسه طبعا هتتقفل. حلوه برضو في ان انا ممكن اعمل بيها اشكال، اشكال للاطفال. بتشدهم بالظبط كده. اما انا اكل تورته كلها عجينه سكر بتبقى تقيله جدا 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 فعلا. ما بتبقاش. ده بقى شريط كده المفروض ان احطه بلفه، بس ان هو جه في كريمه عامله في فيونكه كده بتدي شكل حلو. نحطه ماشي اهو يلا. تمام. تسلم ايديكي. ربنا يخليك يا حبيبتي، جميله جدا. نشيل ده كده. خلصيها وهاتيها لي هنا بقى عشان اختم بيها. تسلم ايدك، جميله. اوكي ماشي. تسلم ايديكي، ربنا يخليكي. شكرا ليكي جدا. انا اللي بشكركم جدا. ربنا يخليكي، شرف ليا يا حبيبتي. شرفتيني يا شيف محمد. ربنا يخليكي دكتوره داليا. وبتورتت يا جماعه عيد الحب الجميله، بنختم فقرتنا النهارده، واستنونا ان شاء الله السبت الجاي. السلام عليكم.